أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله عندنا Lecture 9 وهي خاصة بغدة الأدرينال مدلة، وبإذن الله المحاضرة هتاخد يعني أقل من ساعة بإذن الله. وكعادتنا هنبتدي بالمالتيبل تشويس كويشنز، وهنا احنا يعني قلنا نصعب الامتحان شوية، فانت هتشوز ذا انكوريكت انسر، يعني في الاربع اجابات ثلاثة خطأ واحدة صح. ففي اول سؤال ان كون سندروم، تبقى فاهم اللي هو البرايمري هايبر الدوسترونيزم، ذير از، في ثلاثة صح واحدة خطأ، في ماسل ويتنس طبعا بسبب الهايبركاليميا، جلوكوز انتولرانس طبعا بسبب ان الهايبركاليميا بتنقص الانسولين، في مارك إديمة لا، دي بقى الإجابة الخطأ، بسبب الإسكيب فينومينون، بسبب الهرمون المعاكس للألدوستيرون اللي هو إتريال ناتريوريتيك بيبتايد، في ميتابوليك ألكالوزيس طبعا بسبب فقدان الهيدروجين. السؤال الثاني إن كوشينج سندروم ديو تو تريتمنت ويذ كورتيزول، يعني كوشينج سبب إن حضرتك بتعالج المريض بتاعك بالكورتيزول، ذير إز هايبرتنشن صح، بتبقى موجوده في 80 ل 85% من الحالات، هايبرجلايسيميا ودايابيتس ميليتس صح، ده فيه بيبقى انسولين ريزيستنت او يسموه ستيرويد دايابيتس، في اوستيوبوروزيس صح، في بيجمنتيشن اوف ذا سكين غلط، لانك لو اديت كورتيزول بالنيجاتيف فيدباك هينقص الاس تي اتش، واللي هو ده اللي بيعمل بيجمنتيشن، ناقص يبقى يحصل بالعكس بالور، يبقى الإجابة الخطأ هنا دي. In masculinization اللي هي الفيريلايزيشن اللي هي بتحدث في الأدلت فيميل لو طلع عندها أندروجين، there is enlargement of larynx طبعا و deepening of voice، في decrease 17 كيتوستيرويدز in urine لا، لما الأندروجين يزيد الـ end product بتاعه في اليورين هو 17 كيتوستيرويدز، فبالعكس 17 كيتوستيرويدز هتبقى زيادة، في أمينوريا طبعا لأن بيحصل atrophy of all genital organs بما فيها اليوترس ما عدا قلنا الكليتوريس ده اللي بيكبر لأنه ده representative للبينس، ففي أمينوريا صح، في enlargement of the clitoris صح لأن ده بيrepresent البينس وبيكبر بالأندروجين. السؤال الرابع in Addison's disease there is، فاكر الخمس حاجات اللي هم كارنال، يعني مفيش عيان عنده اديسون في الدنيا ما عندوش الخمسه دول، نقولهم الاول هايبوتنشن، هايبوغلايسيميا، سيفير ماسل ويكنس، بيجمنتيشن اند داريا. طب هنا في هايبوتنشن صح، هايبوغلايسيميا صح، الاثنين دول ادوا لسيفير ماسل ويكنس صح، انما في داريا مش كونستيبيشن، يبقى الاجابه الخطا دي. سؤال الخامس ريجاردينج ديس اوردرز اوف ادرينال كورتكس اللي هو In Cushing there is severe muscle weakness صح بسبب البروتين كاتابوليزم، In Addison there is pigmentation صح بسبب ان نقص الكورتيزول بيزود الاس تي اتش، في increased androgen، ال increased androgen from zona reticularis هيؤدي الى testicular enlargement in male، ده بالعكس الاندروجين بالنيجاتيف فيدباك هينقص الجوناتروبينز، فالجونات اللي هي التستكل ما فيش جونادوتروبينز يحصل لها اتروفي مش انلارجمنت، وعشان كده قلنا بيبقى سودو بيوبرتي في المرض، ما فيش مقدره على الانجاب. ان كون سندروم ذير از بوليوريا صح، لان في هايبوكاليميك نيفروباثي بتؤدي البوليوريا وحتى وبروتونوريا، وعليه الاجابات الصحيحه يبقى واحد الصحيحه اللي هي الخطا وبالتالي هنعتبرها الصح واطلوب الخطا، واحد C for cat، 2 D آسف for daddy، 3 B for baby، 4 D for daddy، 5 C for cat، يبقى 1 C 2 D 3 B 4 D 5 C. طيب نتوقع على الله نبتدي الأدرية مضل. الادرينال ميدالله دي بتطلع
الكاتيكولامينز يا ولاد اللي هما الادرينالين والنور ادرينالين، ده الهرمونز بتاعتها ادرينالين ونور ادرينالين. وانا بس عاوز اقول لكم برضو الفقره اللي هي التاريخيه اللي بنحبها، ان الادرينالين ده هو اول هرمون اكتشفناه بواحد بوليش بولندي اسمه نابليون، وكان ده في سنه 1895. يعني قدر يطلع الادرينالين من الادرينال ميدالا. اما النور ادرينالين تم اكتشافه بواحد اسمه الف، وده كان سنه 1946. طبعا هما اتنين كاتيكولامينز. على اي اساس بنقول كاتيكولامينز؟ انا عاوز اقول لكم يعني تعبير كاتيكولامينز بنقوله امتى، هوريها لك دلوقتي. كاتيكولامينز هما اللي بيحتووا الكاتيكول جروب اللي هو كربون 6 هيدروجين 4 او اتش 2 اهي، حتى هوريها لك. ده هو الرمز بتاع ال يعني المركب اللي بيحتوي الكربون 6 هيدروجين 4 او اتش 2، دي هي ده الكاتيكول، نسميهم كاتيكولامينز. وللاوائل لما يسالك مين هم الكاتيكولامينز، ادرينالين نور ادرينالين وفي نفس الوقت الدوبامين. للاوائل ما يقولوش ادرينالين ونور ادرينالين بس، يقولوا ادرينالين ونور ادرينالين ودوبامين. تمام. طيب نقطة تانية عايز اقولها لك، ان ليه سموا الادرينالين ادرينالين؟ برضو نحب نبقى عارفين القصة دي. ان انا قلت لكم ان غدة الادرينال ميدالة دي بتبقى فوق الكلية، وعليه الهرمونات بتطلع جنب الكلية، فادرينال يعني بجوار الكلية. هوريك الصورة اهي تاني اهي، يعني الهرمونات اللي هي النقطة السوداء دي بتطلع فوق الكلية فيسموها ادرينال، او فوق الابينفر جنب بجوار الكلية، ادرينال يعني بجوار الكلية اسف، او يسموه ابينفرين لانه فوق النفرونز، ما هي الكلية دي وحدات بتاعتها اسمها نفرون، فيسموه ادرينالين اور ابينفر. يبقى الاسم من الموقع، رينال يعني كلية، ادرينال يعني جنب الكلية، فبتطلع الادرينالين. ممكن نسميه اسم تاني في امريكا بيسموه هنا اكتر ايبي يعني فوق، ابينفرين. ما هو فاكر الابيثيليوم يعني خلايا علويه، يبقى ايبي يعني علوي، ابينفرين يعني فوق النفرون اهي، النفرونز اهي دي النفرونز، فهو فوق النفرون يبقى ابينفرين. اما النور ادرينالين لانه هو مش ادرينالين، هو ناقص ميثايل جروب، فمن قاعده نايذر نور بيقول لك خد بالك انا مش ادرينالين انا نور ادرينالين. يبقى كلمة أدرينالين اشتقت من موقعه، أدرينال بجوار الكلية، وفي أمريكا يسموه بنفس المنطق إبينفرين فوق النفرونز. أما النور إبينفرين ده ما هوش أدرينال، ده ينقص عنه مثال جروب، بيطلع من نفس الغدة بس الغدة بتطلع أساسا أدرينالين أو إبينفرين، من 80-90% من إفرازها إبينفرين، 80-90% و10 ل20% نور ابينفرين اهو. يبقى الابينفرين 80-90%، انما النور ابينفرين 10-20%. في حاجه تانية احب اقولها لك، ان كلمه ادرينالين ممكن تتكتب بحرف الاي يعني اخرها اي، وممكن بدون الاي يعني ادرينالين وما تحطش اي في الاخر، والاثنين صح في السبيلنج على فكره، ده الفكره. يبقى هو بنسأل اسم الاشهر هو ادرينالين او ادرينالين، الاسم الاقل شهره في امريكا اسمه ابينفرين، ده الاسم ده اتعمل بعدين. الغده بتطلع زي ما قلنا ابينفرين 80-90% ونور ابينفرين 10-20%. طبعا في ناس بيقولوا حتى النور ابينفرين اقل من 10% 7%، بس مش هندخل في المهاترات دي. نبتدي بقى غده الادرينال ميدالا بعد هذه المقدمات. اول معلومه في الادرينال ميدالا انها في الام اس كيو نوت اسينشال فور لايف. طب ليه الجمله دي؟ لان احنا الادرينال كورتكس كانت اسينشال فور لايف، ادي اول معلومه. تاني معلومه انها موديفايد سمباثيتك جانجليون، يعني كانت في الاصل سمباثيتك جانجليون
حصل فيها تحوير، وهوريك القصة حصلت ازاي اهي. يبقى هي موديفايد سيمباثيتك جانجليون، كان لها اهو الادرينال من الله اهي، كان لها بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك، حدث تحوران، التحوران حدث في البوست جانجليونيك نيرون اللي هو باللون الازرق اهو. التحور الاول انه فقد الاكسون، شايف اهو مفيش اكسون. التحور الاهم ان السيل بودي تحولت الى سيكريتوري سيلز، الى خلايا افرازيه بتطلع 80-90% ادرينالين و10 ل20% نور ادرينالين. يبقى دي معلومه مهمه جدا في الام اس كيو. يبقى الادرينال مدله في الاصل كانت سيمباثيتك جانجليون، وانت جنين تم تحويرها، فهي موديفايد سيمباثيتك جانجليون. التحوير حدث في البوست جانجليونيك نيرون. طب كم تحور؟ 2، فقد الاكسون اهو مفيش اكسون، والاهم التحور الاهم ان السيل بودي تحولت لسكريتوري سيلز تطلع ادرينالين 80-90% ونور ادرينالين 10-20%. ثالث معلومه يا اولاد مهمه قوي، وعليه يبقى مين الكيميكال ترانسميتر اللي بيعمل استيميليشن للادرينال ميدالا دي؟ الاستايل كولين. فحتى بقولها في مزاح، صدق او لا تصدق ان اللي بيطلع الادرينالين والنور ادرينالين هو عدوهم اللدود اللي هو الاستايل كولين. كنا عارفين في الاوتونوميك ان الاستايل كولين عكس النور ادرينالين في معظم الفانكشنز، فصدق او لا تصدق اللي بيطلع الادرينالين والنور ادرينالين هو الاستايل كولين. ليه؟ لان الاستايل كولين هو الكيميكال ترانسميتر في all جانجليا، باراسيمباثيتك وسيمباثيتك انكلودينج الادرينال ميدالا اللي هي موديفايد سيمباثيتك جانجليون. دي المعلومه الثالثه. المعلومه الرابعه في الام اس كيو، طب العصب اللي بيغذي الادرينال ميدالا ده اسمه ايه؟ ده بتاع الابدومن، الادرينال ميدالا في الميدال في الابدومن، اسمه جريتر سبلانكنيك نيرف. يبقى دي معلومات مهمه جدا في الام اس كيو تبقى عارفها. يبقى انها نوت اسينشال فور لايف، المعلومه الاولى. انها موديفايد سيمباثيتك جانجليون، المعلومه الثانيه. ان الكيميكال ترانسميتر هو الاستايل كولين، المعلومه الثالثه. المعلومه الرابعه ان العصب اللي بيغذيها اسمه جريتر سبلانكنيك نيرف. المعلومه الخامسه، بيتعملوا منين؟ من امينو اسيد اسمه تايروزين. اللي بيعمل الادرينالين والنور ادرينالين هو التايروزين امينو اسيد، وبرضو اذكرك هو ده نفس الامينو اسيد، نفس الامينو اسيد اللي كان بيعمل التي 3 والتي 4، واتفقنا ان التي 4 هي اللي بنسميها ثيروكسين، التراي ايودو ثيرونين والتترا ايودو ثيرونين. وقلنا ان احنا استغلنا دي ان زياده التي 3 والتي 4 بتؤدي الى زياده السنسيتيفيتي للكاتيكولامينز، لان في علاقه ما بينهم، الجد بتاعهم واحد، كلهم سواء الكاتيكولامينز الادرينالين والنور ادرينالين ومعاهم الدوبامين. والتي 3 والتي 4 بيتعملوا من نفس الامينو اسيد هو التيروزين. دي المعلومه الخامسه. المعلومه السادسه، طب ليه السيمباثيتك بيطلع نور ابينفرين بس بينما الادرينال مضله بتطلع نور ابينفرين 10-20% وابينفرين؟ بماذا يزيد الابينفرين عن النور ابينفرين؟ انه عنده ميثايل جروب. ان في انزيم في الادرينال مضله، في الادرينال مضله مش موجود في السيمباثيتك، يقدر يحط ميثايل جروب في النور ابينفرين فيحولها لابينفرين. ويحطها فين؟ في الموضع الصح، الان بوزيشن، نورمال بوزيشن. هذا الانزيم اسمه ان ميثايل ترانسفيريز، ان ميثايل ترانسفيريز. دي المعلومه السادسه. يبقى هتتسأل ليه الادرينال مضله بتعمل ابينفرين اللي هو ادرينالين بالاضافه للنور ابينفرين نور ادرينالين، بينما السيمباثيتك بيعمل فقط نور ابينفرين؟ لانه الادرينال مضله عندها حاجه مش موجوده عند السيمباثيتك، اللي هي مين بقى؟ الان ميثايل ترانسفيريز، اللي يقدر يحط ميثايل جروب في النور ادرينالين ويعمل ادرينالين. وعليه لما يسألك نفس سؤال بطريقة تانية، ايه الفرق في الكيمستري بين الابينفرين والنور ابينفرين، الادرينالين والنور ادرينالين؟ هو الميثايل جروب في النورمال بوزيشن،
ودي اللي خلت الادرينالين تقريبا 10 تايمز مور باورفول ذان نور ادرينالين. زي ما بقول نفس الجمله، كما قوه شمشوم في شعره، قوه الادرينالين في الميثايل جروب عند الان بوزيشن. حاجه عارف مشابهه لمين؟ لما قلت لك قوه الكورتيزول في الهيدروكسيل جروب، هيدروكسيل جروب عند كربون 11، قوه الادرينالين الميثايل جروب، الميثايل جروب في الان بوزيشن. دي المعلومه السادسه. المعلومه السابعه، ستورد فين؟ في جرانيوليتد فيسيكلز اهي. طب هي ليه جرانيوليتد؟ لان الكاتيكولامينز بيبقوا باوند لبروتين اسمه كروموجرانين، يعني الحبيبات التي تصطبغ. كروم يعني صبغه، وجرانيولز يعني حبيبات، واي ان يعني بروتين. يبقى لانه ماسك في بروتين في شكل حبيبات قابله للصبغه اسمها كروموجرانين اي، وطبعا ماسك كمان في ادينوزين تراي فوسفيت. معلومه الثامنه، طب ريليزد ازاي؟ زي اي كيميكال ترانسميتر، باكشن بوتنشال، والاكشن بوتنشال هي استايل كولين حتى لسه قايلينه اهو. خلاص هيدخل كالسيوم، الكالسيوم يطلعها بالاكزوسايتوزيس، ده الميكانيزم اوف ريليس. يبقى الكهرباء جايه عن طريق الجريتر سبلانكريك تطلع اسيتايل كولين اللي مش مرسوم قصادك، يدخل كالسيوم يطلع الكيميكال الادرينالين النوع قديم بعمليه اسمها اكزوسايتوزيس. طيب دي كانت معلومات السبعه في المقدمه. نبتدي بقى الموضوع. عندي السؤالين الاساسيين، الاكشن والريجوليشن. ابتدي بالريجوليشن اوف سيكريشن. سؤال مهم جدا يا اولاد، هل نورمالي في ادرينالين ونور ادرينالين في الدم؟ لو خدنا عين الدم من حضرتك نلاقي ادرينالين ونور ادرينالين؟ الاجابه نعم، في لو بيزل ليفل، بيقل طبعا ديورينج سليب ويزيد في الامرجنسي، انما نورمالي في لو ليفل اوف ادرينالين اند نور ادرينالين. السؤال المناظر احب اقوله لك، طب لو خدت عين الدم هتلاقي اسيتايل كولين في الدم؟ الاجابه لا. ليه؟ لان الاسيتايل كولين بيتكسر في الدم اولا باولا بانزيم اسمه كولين استريز. طب انهي نوع من الكولين استريز اللي بيحطم الاسيتايل كولين في الدم ولا يسمح بتواجده في الدم؟ اوعى تنسى كان موجود في البلازما واسمه السودو كولين استريز اللي هو النون سبيسيفيك. يبقى حتى قلتها لكم كنا في محاضرات اولى انه البلازما بحرف البي فيها السودو بحرف البي وان كان البي سايلنت. يبقى ده سؤال مهم جدا، ان نورمال لو خدت عين الدم هلاقي فيه ادرينالين ونور ادرينالين في لو بيزل ليفل في اي وقت، ودي حاجه مفيده لان الادرينالين ونور ادرينالين ده بيعمل لنا بيساعدنا على نبقى اليرت يعني اكثر تيقظا، عشان كده هو بيقل ديورينج سليب لكن موجود برضه. انما الاسيتايل كولين غير مسموح بتواجده، وقلنا ليه مش مسموح بتواجده؟ لان قلنا الاسيتايل كولين لو موجود في الدم هيعمل جنرالايز باراسمباثيتك افكتس ودي فيتال، فعشان كده مفيش اسيتايل كولين في الدم. الاسيتايل كولين بيضيق الشعب وبيبطئ القلب يعني بيعمل حاجات مش لذيذه، فمفيش اسيتايل كولين في الدم بسبب انه بيتكسر بسبب السودو كولين استريز اللي في البلازما، انما في ادرينالين ونور ادرينالين في الدم ساعدوا الالرتنس. في لو بيزل ليفل يقل لما نعوز ننام ويزيد في الامرجنسي يبقى مور اليرت، كلام معقول لانه وراء الخلق خالق. طب امتى السكريشن يزيد؟ خدناها في محاضرات سنه اولى في الامرجنسي سيتويشن، اللي هم زي مين الامرجنسي؟ زي الفايت والفلايت، وقلنا يعني العراك او الهروب. الحقيقه اللي حط التعبير ده برضه احب اقول احكي لكم عنه، راجل اسمه كانون، هو اول واحد قال ان الكاتيكولامينز الادرينالين والنور ادرينالين بيزيدوا في الفايت والفلايت، وكان حط معاهم حاجه ثالثه الفرايت الخوف اللي هو التاتا اف، فايت اللي هو العراك، فلايت اللي هو الهروب، فرايت اللي هو الخوف. تمام. طيب ده اللي حط واحد اسمه كانون. طبعا لما نتعرض لستريسفول ستيمولاي يزيد اكتر،
مين الثلاثة ستريسفول ستيمولاي اللي بيزودوا الكاتيكولامينز؟ أنا كل حاجة يا أولاد بحب أحطها لكم بطريقة تسهل الحفظ والاستيعاب والفهم. فهم الثلاثة يشتركوا في كلمة هايبو، فهو بيطلع في الهايبوثيرميا والكولد، في الهايبوغلايسيميا، في الهايبوتنشن والهيموريدج. يعني نقص الحرارة هايبوثيرميا، نقص الجلوكوز هايبوغلايسيميا، نقص الضغط هايبوتنشن زي في الهيموريدج. طب ليه بيطلع في الحالات دي؟ أنا اديتك فكرة انه بيعمل كوركشن. يعني انت في الهايبوثيرميا والكولد في البرد عاوز تعمل ايه؟ عاوز ازود الحرارة، يبقى بيزود ميتابوليك ريت. طب ليه بيطلع في الهايبوغلايسيميا؟ لانه بيقدر يزود البلاك جلوكوز. الادرينالين تحفظ دي لطيفة جدا، والجلوكاجون هما الاثنين بيعملوا جلايكوجيناليس، يحطموا الجلايكوجين في الليفر يزودوا البلاك جلوكوز. دول اهم تو هرمونز بيعملوا جلايكوجيناليس، افتكروا الادرينالين والجلوكاجون. طب ليه بيطلع في الهايبوتنشن والهيموريدج؟ لانه يقدر يعمل فازو كونستريكشن وانكريزد ارتيريال بلاد بريشر. يبقى ده سؤال نظري مهم، ريجوليشن اوف سيكريشن اوف كاتيكولامينز، اللي هم الاول تقول ان في لو بيزل ليفلز هيقل بالسليب ويزيد بالامرجنسي والستريسفول ستيمولاي. طب مين هم الستريسفول ستيمولاي؟ قلناهم بطريقه لطيفه، ثلاثه فيهم كلمه هايبو، هايبو ثيرميا، هايبو جلايسيميا، هايبو تنشن. وطبعا قلت هايبوثيرميا او ايفن كولد، يعني مش لازم درجه حراره الجسم تنخفض ايفن لو تعرضت للكولد والهايبوتنشن والهيموريدج. ده سؤال. طيب نيجي لل سؤال الاهم، وهو الاكشن بتاع الادرينالين والنور ادرينالين. وطبعا قبل الاكشن بنحب نقول الميكانيزم اوف اكشن. انا احب اذكركم بحاجه لطيفه، ان احنا كنا قلنا ان الهرمونات من حيث التركيب وبالتالي الميكانيزم اوف اكشن بتنقسم الى مجموعتين. فاكر اذكرك في عجاله، الثيروكسين او الاسترويدز اسف ومعاهم الثيروكسين تي 3 وتي 4 على وجه التحديد، الاسترويدز ومعاهم التي 3 وتي 4 دول كانوا كلها بحرف الاس. الاسترويدز كانوا سوليبل ليبيد لايبوفيليك، وعليه يدخلوا الخليه يعملوا ثنسز بحرف الاس، والثنسز اوف بروتينز بياخد وقت وعليه يبقوا سلو. يبقى مين المجموعه اللي عندها سلو اكشن بتشتغل بجينوميك؟ فاكره حرف الاس استيرويدز ومعاهم التي 3 وتي 4، سوليبل ليبيد بحرف الاس، يبقى يدخلوا لحد النيوكليس وياثروا في الثنسز والبروتين بحرف الاس، والثنسز هياخد وقت يبقوا سلو. المجموعة الثانية كانت بتشمل يا أولاد البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز، اللي هم قلنا الأدرينال والنور أدرينال والأوائل والدوبامين. دول مجموعة تانية، دول بقى ما بيدوبوش في الليبيد، لايبوفوبيك. وقلنا للايبوفوبيك يبقى هيدروفيلك، يعني ما يدوبوش في الليبيد لكن بيدوبوا في الماين. طيب المهم ما بيدوبوش في الليبيد، والسيل ميمبرين، السيل ميمبرين ليبيد، يبقى مش هيقدروا يدخلوا جوه السيلز، يبقى ما يقدروش يوصلوا للنيوكليس ويأثروا في الجينز، يبقى لازم الاكشن بتاعهم يبقى نون جينوميك، ما يأثروش بقى في البروتين ثنسز، يأثروا في الاكتيفيتي بتاعه البروتينز. وبالبروتينز قلنا بنعني شيئين، الانزيمز طبعا والشانلز، هم دول البروتينات اللي بيتأثروا بمجموعه الهرمونات دي، بروتين انزيمز وشانلز، وطبعا هم اوريدي موجودين وهتأثر في الاكتيفيتي، يبقى الاكشن بتاعهم هيبقى رابيد. وقلنا المجموعه دي يا اولاد بتبقى الريسبتور بتاعها على الاوتر بوردر في سيل ميمبرين، كل ده براجع اللي فات، اللي هو متصل بجي بروتين، عشان كده نسميهم جي بروتين كابلد ريسبتورز، وبيشتغلوا عن طريق سكند ميسنجرز، حاجه من اربعه اهمهم السايكليك ام بي. فاكر سايكليك ام بي انيزيتول ترايفوسفيت ده اسال جسرول، كالسيوم كالمودولين نمره 3، والسايكليك جي ام بي نمره 4. فجاست انا علمتك حاجه لطيفه جدا، ان انت ما بنحفظ، بنفيت ان الهرمون في موقعه الصحيح. فانا اسال روحي الكاتيكولامينز دي تبع ايه؟ ان انا عندي الهرمونات نوعان،
نوعين من الهرمونات الاستيرويدز ومعاهم التي 3 والتي 4. استيرويدز بحرف الاس يبقى السوليبل في الليبيد يبقى هيدخلوا السيل ويوصلوا النيوكليس ياثروا في الثنسز بحرف الاس والثنسز هياخد وقت يبقى سلو. خلاص دول مين مين تاني؟ الاستيرويدز ومعاهم التي 3 والتي 4. وكان مثال منهم مين اللي هو السكس هرمونز بتوع الجونادز والادرينال كورتكس اللي خدناها في المحاضره السابقه. بينما المجموعه الثانيه بتشمل مين بقى؟ اعكس تمام، بروتين وبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز. طب دول بالعكس انسوليبل ما يدوبوش في الليبيد، وقلنا اللي لايبو فوبيك يعني ما يدوبوش في الليبيد يبقى على طول اعكسها هيدرو فيليك، والعكس بالعكس اللي كانوا لايبو فيليك المجموعه الاولانيه بيبقوا هيدروفوبيك. قواعد في الام اس كيو. طب ما دخلوش جوه الخليه لان السيل ميمبرين ده عباره عن ليبيد وهم ما بيدوبوش في الليبيد، يبقى لازم الريسبتور بتاعهم يبقى على الاوتر سيرفيس اوف سيل ميمبرين. طب دلوقتي مش هيقدروا يأثروا، مش يبقى نون جينوميك، مش هيوصلوا للجينز ويأثروا في الثنسز، انما البروتينات اللي اوريدي موجوده يعملوا لها اكتيفيشن او دي اكتيفيشن. يبقى حاجه موجوده هننشطها، يبقى لازم الاكشن بتاعهم يبقى رابيد. ماذا نقصد بالبروتينات؟ انزيم ثم انزيم ثم انزيم ثم شانلز. ولما قلنا الجملة الخالدة الهرمونات تعمل من خلال البروتينات، يا إما ثانسز اللي هي مجموعة الاستيرويد ومعاهم التي 3 والتي 4، يا إما اكتيفيشن اللي هي مجموعة البوليبيبتايد والبروتينز ومعاهم الكاتيكولامينز. فأنت جاست تو فيت إن المجموعة بقى اللي هي تعنيني دلوقتي الكاتيكولامينز دول اللي هم نان جينوميك اللي هم ما بيدوبوش في الليبيد يبقوا بره، بيمسكوا في ريسبتور فين؟ على الأوتر بوردر، فينشط سيل ميمبرين بروتين اسمه جي بروتين، والجي بروتين ده عنده أربعة رسل جوه الخلية يبعتهم يشتغلوا في الأكتيفيتي، اللي هم أشهرهم مين؟ سايكليك إم بي ثم السايكليك إم بي ثم السايكليك إم بي. لو كان الموضوع محتاج كالسيوم بنختار الإنزيتول ترايفوسفيت ده أسهل جسم. واتنين تانيين نادرا ما نذكرهم اللي هم الكالسيوم كالموديولين والسايكليك جي إم بي. طيب آجي سؤال مهم، لسه كل ده في الميكانيزم اوف اكشن، قول لي الريسبتورز بتاعه الادرينالين والنور ادرينالين. عندنا يوجد حسب لانهم كلهم سنسيتيف للادرينالين فسموهم ادرينرجيك ريسبتورز. يبقى فهمت ليه سموهم ادرينرجيك؟ لان كلهم سنسيتيف للادرينالين، ادرين فسموهم ادرينرجيك. يوجد نوعان الفا وبيتا، الالفا في الفا 1 والفا 2، والبيتا ريسبتور ثلاث انواع بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3. دي انواع الادرينرجيك ريسبتور، يبقى خمسه 2 الفا 1 و 2 وثلاثه بيتا، بيتا 1 2 و 3. طب احنا قلنا مين اهم اهم سكند ميسنجر؟ هو السايكليك ام بي. البيتا ريسبتورز وهي الاهم بتشتغل بالسايكليك ام بي، كلها بتزود سايكليك ام بي. الالفا 2 بعكس البيتا ريسبتور بتنقص السايكليك ام بي، بينما الالفا 1 اللي بتعمل كونتراكشن اساسا كونتراكشن يبقى محتاجين كالسيوم تشتغل بالكالسيوم. فدي نقطه مهمه جدا تبقى عارفها في الام اس كيو. وكل دول قلنا ايه اهي مكتوبه قصادك، جي بروتين كابلد ريسبتورز، لان الاكشن بتاعهم نان جينوميك ورابت. تبقى حافظ اسئله مهمه جدا في الام اس كيو تبقى فاهم القصه دي. وفاكر اذكرك بجمله، البي بي بيتا انهيبي بي بيتوري ما عدا على ثلاث حاجات، كانت بتنهيبت كل حاجه ما عدا ثلاثه، الهارت والهرمونز والميتابوليزم. وعلى فكره والبيتا ريسبتورز هي الاهم. الادرينالين جمله مهمه جدا في الام اس كيو، بيشتغل ايكوالي على البيتا والالفا ريسبتورز، الادرينالين اللي هو المهم، بينما النور ادرينالين يا اولاد بيشتغل على الالفا ثم الالفا ثم الالفا ثم البيتا ريسبتور. عشان كده اعتبر اقل اهميه لان البيتا هي المهمه. مين بيشغلهم الاثنين ايكوالي؟ الادرينالين. البيتا والالفا زي بعض والبيتا هي الاهم. طب ليه النور ادرينالين اقل اهميه؟ لانه بيشتغل على الالفا ثم الالفا ثم الالفا، اقوى بكتير جدا من البيتا، بيشتغل على البيتا بس اقل. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. نيجي بقى للصفحه الاخيره اللي هي الاكشن اوف ابينفرين ونور ابينفرين. هنلاقي ان احنا عارفينها من محاضرات سنه الاولى، وممكن تراجعها في محاضرات الاوتونوميك اللي انا قلتها في سنه اولى.
هنقسمهم لخمسة اكشن: كاردوفاسكولار سيستم وسي ان اس اللي هم اهم تو سيستمز بناخدهم، واحد في سنه اولى والثاني في ثانيه، كاردوفاسكولار اند سي ان اس. وبعدين بناخد لانج وجي اي تي، وصلنا اربعه. وعلى الميتابوليزم الناحيه الثانيه دي بنفرد لها حته لوحدها على الميتابوليزم اللي هو البيتا ريسبتور، عشان كده هي قلنا دي الاهم. تدي على الكاردوفاسكولار سيستم. الكاردوفاسكولار سيستم ده بينقسم الى شيئين يا اولاد، بينقسم الى هارت وبلاد فيسلز. على الهارت سؤال مهم جدا، نوع ريسبتور بيتا 1، فبوث هرمونز الادرينالين والنور ادرينالين بيستيميليت البيتا 1، بس مين اقوى بما لا يقارن؟ الادرينالين، لان هو اللي مركز على البيتا ريسبتور. وعليه ادام بيستيميليت الهارت بيزودوا الفور بروبرتيز بتاعت الهارت: الريذميستي اللي هي الهارت ريت، الكونتراكتيليتي اللي هي الفورس اوف كونتراكشن، الاكسايتابيليتي والكونداكتيفيتي خاصه في الاتروفنتيكولار نود. يبقى ده الاكشن على الهارت، ان كلهم بيستيميليت الهارت. قلنا اوعى تنسى الريسبتور اللي على الهارت بيتا 1. الهارت ده اهم حاجه عندنا في الجسم، واحنا اللي بننمر، احنا اللي بنقول 1 و2 و3. فما بنحط النمر الارقام تبع الاهميه، بيتا 1 يبقى ده هارت، لان مثلا اللي على اللانج بيبقى بيتا 2. هتقول لي تفيدني في ايه المعلومه دي؟ لما امارس الطب اي دواء يشتغل على البيتا 1 يبقى ده بتاع قلب، انما دواء يشتغل على البيتا 2 يبقى ده بتاع اللانك. فدي ما فيهاش هزار، دي لوحدها سؤال. بيتا 1 يبقى هارت، بيزود الفور بروبرتيز: ريذميستي، كونتراكتيليتي، اكسايتابيليتي اند كونداكتيفيتي. نيجي على البلاد فيسلز. طالب زكي يقول لي انت قلت لنا النور ادرينالين او النور ابينفرين اقوى على الالفا منه على البيتا ريسبتور. طيب على الالفا، والالفا دي قلنا 1 عن طريق الكالسيوم تعمل كونتراكشن يعني فازو كونستريكشن، يعني تزود التوتال بريفرال ريزيستنس، بينما الابينفرين ايكوال على البيتا ريسبتور والالفا، فبيعمل فازو دايلتيشن وفازو كونستريكشن. فازو دايلتيشن عن طريق مين بقى هنا؟ البيتا 2، لان قلنا 1 دي على الهارت. فازو دايلتيشن فين اساسا؟ في الليفر والماسلز. ولما اقول ماسل دي مش يعني حاجه واحده، ده احنا قلنا 50% من الجسم ماسلز، سكيليتال وسموث وكارديك، 40% منهم سكيليتال ماسلز. فهو بيعمل فازو دايتيشن للليفر والسكيليتال ماسل بلاد فيسلز يعمل له، ايفن الكارديك ماسل بيعمل لها برضو لما بيستيميليت الهارت بيعمل فازو دايتيشن، بس الميكانيزم مختلف. يبقى ارجع لمحاضرات السيركوليشن. يبقى هنا لما ده عمل فازو كونستريكشن زود التوتال بيف ريزيستنس، انما ده عمل فازو دايليتيشن، وفي الاذرز بيعمل فازو كونستريكشن. النتيجه ان التوتال بيف ريزيستنس بتقل. يبقى ده الاكشن على الفيسلز. سهله، نفكر. انت قلت لنا النور ابينفرين الفا ثم الفا ثم الفا، والالفا دي اكسيتاتوري، ليه؟ قلت الميكانيزم بتاع الفا 1 بيعمل كونتراكشن عن طريق كالسيوم، يبقى فازو كونستريكشن يبقى زود توتال بيف ريزيستنس. قلت لنا الابينفرين بيشتغل ايكوالي على البيتا والالفا، يبقى يشتغل على البيتا يعمل دايليتيشن، وده الاهم للليفر والسكيليتال بلاد فيسلز، والباقي يعمل له كونستريكشن عن طريق الالفا. النتيجه ان التوتال بيف ريزيستنس قلت. الجدول ده يا اولاد من اهم الجداول في الام اس كيو. ايه الفرق بين النور ابينفرين والابينفرين على السيركوليشن؟ نيجي على السيستوليك والدايستوليك، ومن ثم اللي هو الارتيريال بلاد بريشر ككل. سيستوليك هما الاثنين على الهارت بيستيميليت البيتا 1، بيزودوا الهارت ريت والفورس كونتراكشن، يبقى يزودوا كميه الدم اللي بيضخها الهارت في السيستول، وعليه يزودوا السيستوليك بريشر. لان كنت علمتكم في محاضرات السنه الاولى ان السيستوليك بريشر ديبيندز على الهارت. يعني ايه سيستوليك بريشر؟ يعني البريشر في الارتي في فتره السيستول. يبقى بالعقل الطالب ذكي يعتمد على ايه؟ على كميه الدم اللي هيضخها الهارت وهتدخل الارتري في السيستول. يبقى ادام هما الاثنين بيستيميتوا الهارت بيخلوه يضخ دم اكتر في السيستول، يبقى دم اكتر هيدخل الارتري في السيستول، يبقى السيستوليك بريشر يزيد في الحالتين. سهله. بينما قلت الدايستوليك بيعتمد على ايه؟ بفكرك بمحاضرات السنه الماضيه، على كميه الدم اللي هتفضل في الارتي فترة الدايستول. لو فضل كتير دايستوليك يزيد، فضل قليل دايستوليك يقل. طب ده ديبينز على ايه؟ مش على الهارت بقى،
على الفيسلز الارتريولز المحابس اللي هي مسؤوله عن الريزيستنت فيسلز. لو النور ابينفرين بيعمل كونستريكشن الارتريولز بيقفل محابس، يبقى دم كتير يتحبس في الارتي في الدياستولي، يبقى الدياستوليك يزيد. بينما الابينفرين بيشتغل على البيتا اللي هي بتعمل فازودايليتيشن، يبقى فتح المحابس، يبقى الدم يهرب من الارتي في الدياستول، يبقى الدياستوليك يقل. وعلمتها لكم بطريقه جميله. تاني واحد من اهم المعلومات في الطب، الارتيريال بلاد بريشر في سيستوليك وفي دياستوليك، ده الارتي. الضغط في الارتي في فتره السيستول يعتمد، فكر معايا اهو، على كميه الدم اللي بتدخل الارتي في السيستول، يعني على الهارت. ضخ كتير سيستوليك يعلى، ضخ قليل سيستوليك يقل. يبقى السيستوليك يرتبط في ذهنك بالهارت زي قيس وليلى، بينما الداستوليك بيعتمد على ايه؟ على اللي هيتحبس في الارتي في فتره الداستول، اللي هو يعتمد على المحابس الارتريولز. لو الارتريولز فتحت الدم هيتسرب، الداستوليك يقل. ارتريولز قافله الدم لا يتسرب من الارتي، الداستوليك يزيد. يبقى السيستوليك هارت والداستوليك فيسلز، تقسيمه عادله اهو. مش احنا عندنا كارديو فاسكولار سيستم؟ الكارديو الهارت يتحكم في السيستوليك، الفيسل تتحكم في الداستوليك. طب النور ادرينال اقوى على الالفا بيعمل كونستريكشن، يبقى الدم هيتحبس في الارتي، يبقى الداستوليك يزيد. بينما الابينفرين بيشتغل على البيتا بقوه فيعمل فازودايليتيشن، الدم يتسرب، الداستوليك يقل. سو سمبل. نرجع بقى، طب النتيجه النهائيه انه في النور ابينفرين زود سيستوليك وزود الداستوليك، يبقى ما النتيجه النهائيه سهله، يبقى 100% الارتيريال بلاد بريشر هيزيد. انما في الادرينالين اللي هو الابينفرين زود سيستوليك ونقص دايستوليك، فالنتيجه النهائيه في الاغلب ان الارتيريال بلاد بريشر يقل. طالب يقول لي ليه؟ هقول لك. الطالب بيفكر لان الدايستوليك بياخد فتره اطول من السيستوليك، مده الدايستول اطول من السيستوليك، فما تاخد المتوسط في الاغلب البريشر هيقل. حتى هنا هتطلق 2 بلسز، انما هنا 3 ماينس. في الاغلب يقل، مش دائما على فكره، لانه ساعات بيحصل له سلايت ايليفيتد، دي صح برضه، يعني يا يقل يا سلايت ايليفيتد. طيب الهارت ريت والكاردياك اوتبوت بيعتمد على ارتيريال بلاد بريشر، تناسب عكسي. لو الضغط زاد عشان الاوعيه ما تنفجرش، الهارت ذكي يروح منقص الهارت ريت وبالتالي الكاردياك اوتبوت، يعني نوع من انواع البافر. لا الضغط عالي وبيضغ زياده في الارتي فالاوعيه تنفجر، لا يقلل الهارت ريت وعليه يقل الكاردياك اوتبوت. ليقول لي واحد من اهم المعلومات في الطب، افتح ودانك، ان الهارت ريت بيتناسب عكسيا مع الارتيريال بلاد بريشر، اذر فاكتورز ار كيبت كونستنت. يعني ما تجيبليش حاله زي الاكسرسايز مثلا من بره بتزود الضغط وتزود الهارت ريت وتقولي فين القانون ده. لا احنا بنقول لو الضغط تأثيره ايه على الهارت ريت، لو ثبتت كل العوامل التانية، لو بس الضغط زاد يحصل ايه في الهارت ريت؟ يقل. طب لو الضغط قل الهارت ريت يزيد، ومفهومة بمنطق جميل. ضغط زيادة مفيش اي عامل تاني بره، other factors are constant. الهارت لقى الضغط زيادة وراء الخلق قوة عاقلة، يبقى الهارت يضخ اقل، عشان يضخ اقل يقلل الكاردياك اوتبوت لازم يقلل الهارت ريت. لو لا الضغط واطي عشان يعلي الضغط ويحافظ عليه يضخ اكتر يزود الهارت ريت عشان يقدر يزود الكاردياك اوت. ده واحد من اهم الجداول يا ولاد، او تقعد تتامل فيه كده، تثبت صوره تقعد تتامل فيه. يبقى النور ابينفرين والابينفرين هما الاثنين بيشتغلوا على البيتا ريسبتور. طبعا الادرينالين اقوى، بس النور ادرينالين بيشتغل الفا 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 ثم بيتا، يبقى هما الاثنين يزودوا السيستوليك اهي. نيجي الصعوبه بقى في الدايستوليك، ان النور ابينفرين اقوى على الالفا كونستريكشن، يبقى يزود الدايستوليك. انما الابينفرين البيتا هي الاهم، لانها هنا بيشتغل على كل الباسلز والسكيتال ماسل هنا والليفر، يعمل فازودايليتيشن. حتى قلنا النتيجه النهائيه قلل التوتال بيف ريزيستنت، يبقى يقلل الدايستوليك. طب خد المحصله هنا سهله، الاثنين زادوا يبقى الارتيريال بلاد بريشر يزيد، هنا واحد زاد والثاني نقص بس الدايستوليك اطول، يبقى الارتيريال بلاد بريشر يقل لكن للاوائل or slightly increased. خلينا في الاغلب انه يقل. طب فكر بقى الهارت ريت وبالتالي الكاردياك اوتبوت عكس الارتيريال بلاد بريشر، الارتيريال بلاد بريشر زاد يبقى لازم الهارت يضخ قليل، عشان يقلل الكاردياك اوتبوت لازم يقلل الهارت ريت. الارتيريال بلاد بريشر قل عشان يزوده لازم يزود الكاردياك اوتبوت،
وعليه يزود الهارت ريت. دي اصعب حته. تقل للسنترال نيرفس سيستم. بوث بيعملوا اليرتنس، يعني يخلونا اكثر تيقظا. ليه؟ لان الشبكه الكهربائيه المسؤوله عن حاله الاستيقاظ اللي انت فيها اسمها ريتيكولار فورميشن، موجوده في البرين ستيم وبتمتد لحد السيربا كورتكس. دي بقى بتبقى ستيميليتد بالكاتيكولامينز فتخليك اليرت مصحصح. يبقى ليه في اليرتنس؟ لانه بيشغل الشبكه الكهربائيه الريتيكولار فورميشن. حتى له اسندنج برانش يروح للكورتكس خليك صح، اسمه اسندنج ريتيكولار فورميشن. خلاص سميه راس حتى، خلاص ريتيكولار اسندنج. طيب انما الابينفرين لوحده بيعمل انكزايتي وفير، دي مهمه، خليك يعني قلقان متخوف، ويعمل كونسوليديشن اوف ميموري، يثبت الذاكره عشان الحالات الامرجنسي ما تنساهاش تتحذر منها. يبقى الاثنين يعملوا اليرتنس، الابينفرين يعمل انكزايتي وفير. طيب نيجي على اللانك، بيعمل برونكو دايلتيشن، بتساعد الشعب طبعا في الامرجنسي محتاج اوكسجين اكتر، بيعمل برونكو دايلتيشن ويزود البريدنج ريت. طبعا جي اي تي قلناها، الكاتيكولامينز دول محمد علي كلي، محمد علي كلي مش محتاج يشغل الجهاز الهضمي during fight، مش محتاج، عشان يقول لها يقول عاوز اروح التويلت. فعشان كده بالعكس بيعمل انهيبيشن للجي اي تي، انهيبيشن للوول، ويسكر المحابس. فاكرين يسكر المحابس contraction of the sphincter. يبقى دول اربع اكشن من الخمسه اللي هم على الكاردو باسكور، كانت اصعب واحده سي ان اس، قلنا بوث بيعملوا اليرتنس والابينفرين انكزايتي وفير وكونسوليديشن اوف ميموري. اللانج محمد عايك ليه المفروض ياخد اوكسجين كتير، برونكو دايلتيشن يزود البريدنج، الجي اي تي محمد عايك ليه مش المفروض يشغل الجهاز الهضمي ويشعر برغبه في التبرز، فعشان كده بينهبت الجاس كونسنتريت، انهبت الوول والكونتراكت السفينكتر. طاقل بقى الاهم هو الميتابوليزم. في الميتابوليزم لوحده الايتم الاخير اللي هو الخامس، في اربع نقط فيهم اتنين معروفين اوريدي. واحد يقول لي يعني ايه معروفين؟ انا حطيت القاعده، قلت ان على الكربوهيدرات والفات الانسولين زي الفريك ما يحب الشريك، اللي يعمله الانسولين ما فيش هرمون تاني يعمله، فانت لو حافظ الانسولين يبقى حفظت كل الهرمونات. لو اديتك حقنه انسولين البلاك جلوكوز هيحصل له ايه؟ هيقل، يبقى الباقيين كلهم يزودوا البلاك جلوكوز، كريز البلاك جلوكوز. الانسولين هو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس، يعني يكون الليبيد، وانتي كيتوجينيك، يبقى الباقيين كلهم يعملوا لايبوليسيس وممكن تؤدي الى كيتوزيس. خلاص حاجات معروفه، انت حط القاعده توصل للنتيجه. يبقى البلاك جلوكوز بيزود ازاي؟ طب نفكر. عشان يزود بهدوء كده يا اولاد لازم يزود الوارد ويقلل الصادر، قاعده في الفسيولوجي كما الحياه، انت عاوز تزود سلعه في البلد يبقى تزود الوارد اللي جاي لك وما تصدرش عشان تزيد. طيب هنا بقى قلت الجلوكوز الادرينالين والجلوكاجون، بديك معلومه اهو، دول اهم اتنين بيعملوا جلايكوجينوليس. يبقى اهم عمل ازاي بيزود الجلوكوز؟ بيعمل جلايكوجينوليسيز. وقلنا انهي ريسبتور اللي هو قلنا البي بي بيتا، انهي بي بي بيتوري ما عدا على الثلاثه. النهارده بقى انا عاوز الثالثه، كنت مره قلت الهارت ومره قلت الهرمونز، النهارده بقول الميتابوليزم. الميتابوليزم بيبقى ستيميليتد بالبيتا ريسبتور، مش كده؟ قلنا البيتا هي الاهم، البي بي بيتا انهي بي بي بيتوري ما عدا على ثلاثه، هارت بتعمل له ستيميليشن، هرمونز بتعمل لها ستيميليشن، وبعدين ميتابوليزم. هو بيعمل جلايكوجينوليس عن طريق البيتا ريسبتور. في الليفر لما تكسر الجلايكوجين ينتهي ببلاك جلوكوز. في المصل لما تكسر الجلايكوجين وتحرقه بينتهي ببايروفيك اسيد ولاكتيك اسيد. طيب نمره ثلاثه، البيتا ريسبتور الالفا بيعملوا ايه على الهرمونز؟ قلناها البي بي بيتا انهي بي بي بيتوري ما عدا على الهارت، والهرمونز بيزود الانسولين والجلوكاجون. الالفا العكس بتنقص الانسولين والجلوكاجون، هنجي لها في اخر محاضره بتاعت البنكرياس. البيتا بتزود، قاعده هارت هرمون ميتابوليزم،
قواعد حفظتها الاجيال. البيبي بيتا اني بيبي بيتري ما عدا على. قول معايا هارت هرمونز ميتابوليزم. فالبيتا تزود الانسولين جلوكاجون والالفا تنقص انسولين جلوكاجون. هنا بقى الحته اللي جايه عاوزه ذكاء يا اولاد. طب النت افكت انا بقى باخد المعلومه بالعكس. لو طالب ذكي انت عاوز البلاك جلوكوز في الاخر يحصل له ايه؟ يزيد. طب مين بيزود البلاك جلوكوز؟ اللي بيزود البلاك جلوكوز الجلوكاجون. ومين بينقصه؟ الانسولين. وانت عاوزه يزيد في الاخر، يبقى النت افكت لازم الجلوكاجون يزيد والانسولين ينقص. شفت جبناها ازاي بطريقه ذكيه؟ لان عندنا بيتا ريسبتور بتزود والفا ريسبتور بتنهبت. خلاص. طب في النت افكت، النت افكت ان انا عاوز البلاك جلوكوز يزيد، فالهرمون اللي بيزود يزود وهو جلوكاجون يزود. انت عارف جلوكاجون سموه ليه جلوكاجون؟ ناس كتير قوي حتى الزملاء يسمعوني ما يعرفوش الحكايه دي، لانه اجونيست للجلوكوز. يعني انا هبقى اسم لكم في المحاضره الجايه الكلمه الحتتين جلوكو و جي ال يو سي جلوكوز و اي جي او يعني اجونيست. اجونيست للجلوكوز بيزود الجلوكوز. فعشان كده النتيجه ان هي انه بيزود الجلوكاجون وينقص الانسولين. وحتى الجلوكاجون ده صاحبه، ده هما الاثنين بيعملوا جلايكوجينول وعاوزه معاه ومش عاوز الانسولين لانه بيعكسه، فيزيد البلاك جلوكوز. طيب نيجي الابينفرين. هنا بقى الابينفرين هيزود اللي هو احنا عاوزين بيزود اليوتيلايزيشن اوف جلوكوز بعمليه الجلايكوليسيس بيزودها. الابينفرين يعني بياخد هذا الجلوكوز ويخلي المصل بقى تحرقه وتدينا طاقه، يزود اسمها جلايكوليسيس نوت جلايكوجينوليسيس. تحطيم الجلايكوجين جلايكوجينوليسيس، انما هنا بيزود الجلايكوليسيس. طيب نيجي على الاديبوز تيشو. قلنا لايبوليسيس عن طريق برضو بيتا ريسبتور عن طريق انزيم اسمه لايبيز انزيم بيبقى ستيميليتد بالابينفرين. ثلاثة البوتاسيوم. دي صعبة شوية يا ولاد. هو بيزود الريليس البوتاسيوم من الليفر فيعمل انيشال رايز، وبعدين البوتاسيوم ده يدخل المصل فيعمل برولونجد فول، يبقى انيشال رايز فولو باي برولونجد فول. طيب قال لي عندك طريقة تفهمنا ولا هنحفظها؟ لا مفهومة ليه؟ بص يا ولاد، حرق الجلوكوز الانزيمات اللي بتحرق الجلوكوز، طبعا الادرينالين والابينفرين دول اللي هم الابينفرين هو الادرينالين طبعا، والنور ادرينالين دول مهمين في الامرجنسي في الفايت. في الفايت عاوز تحرق، اهم حاجه بتحرقها في الاكسرسايز ايه؟ الجلوكوز طبعا. حرق الجلوكوز داخل الخلايا، الانزيمات اللي بتحرق الجلوكوز داخل الخلايا محتاجه بوتاسيوم، وعشان كده ربنا حط البوتاسيوم داخل الخلايا. فاللي بيحصل في الامرجنسي انه الابينفرين عمل ايه؟ عمل جلايكوجينوليسيس، جاب جلوكوز من الليفر، عشان كده حصل هايبرجلايسيميا، وبعدين ودى هذا الجلوكوز للمصل يتحرق بقى في عمليه الجلايكوليسيس اللي هو اليوتيلايزيشن اوف جلوكوز. معاه مين في نفس الرحله؟ بوتاسيوم. اللي هي بقولها باسلوب جميل، الشيء لزوم الشيء. حضرتك هتحرق جلوكوز جوه الخليه، محتاج الانزيمات اللي جوه الخليه اللي هي بتشتغل في وجود البوتاسيوم، عشان كده ربنا حط بوتاسيوم داخل الخلايا. فزي ما جاب جلوكوز من الليفر باي جلايكوجينوليسيس واداه للدم واتحرق جزء منه بالمصل بالجلايكوليسيس، صاحبه في الرحله البوتاسيوم. البوتاسيوم خرج من الليفر زاد مع جلوكوز وبعدين دخل المصل، يبقى انيشال رايز فولو باي مور برولونجد فول. طيب نمرة أربعة في الميتابوليزم، الأكشن على الميتابوليك ريت. بيزود الميتابوليك ريت إزاي؟ زي ما احنا كنا قلنا بيطلع في الكولد وفي الهايبوثيرميا، يزوده إزاي؟ يبقى لازم أزود الهيت جين وأقلل الهيت لوس. إزاي بيقلل الهيت لوس؟ لأن احنا قلنا كل الفيسلز ما عدا الليفر والمصل بيعملها فازو كونستكشن، كوتينيوس فازو كونستكشن، مفيش دم يروح للجلد. فالجلد لما ما يروحلوش دم ما يفقدش حرارة، الجلد هيسقع، هيبقى قريب من حراره الجو، يبقى مفيش تمبريتشر جريدينت هنقولها مع حضرات الميتابوليزم، يبقى مفيش هيت لوس. انت عشان يحصل هيت لوس لازم الجلد يسخن عشان يفقد حراره للجو. طب احنا مش عاوزين نفقد، يبقى ما نوديش دم للجلد، نعمل كوتينيوس فازو كونستريكشن يقلل هيت لوس ويزود الهيت جين. ازاي؟ بطريقتين. مش احنا قلنا كان بيشغل الكهرباء بتاعه المخ، وكهرباء المخ دي تزود الماسل تون، وقلنا الماسل تون ده في محاضرات السي ان اس كان من اهم الحاجات اللي بتطلع حراره. يعني الانكريز ماسل تون بتطلع حراره، دي واحده.
وبعدين بيزود الهيباتيك اوكسيديشن اوف لاكتيت، عمليه الاوكسيديشن اوف لاكتيت دي بتطلع حراره، يبقى ده المطلوب بالظبط. ازاي بيزود ميتابوليك ريت؟ بطريقتين، يقلل النص ويزود الكين. كلام منطقي. يقلل اللوس، اللوس ده يحصل منين؟ من السيرفيس اريا بتاعت البادي، من الشيل بتاعت البادي اللي هو الجلد، هو ده اللي هيفقد حراره للمحيط الخارجي، يبقى ما نوديش دم للجلد كوتينس فازو كونستريكشن ونزود الحراره. مين اهم حاجه بتزود حراره؟ المفصل. سكيتر مصر 40% من وزن الجسم. بزود التون، وقلناها ازاي؟ ده الاكشن على السي ان اس، اشتغل على الريتيكا فورميشن، فاسيلتات الريتيكا فورميشن، يزود المصل تون. خلاص؟ وبعدين يزود الاكسديشن of lactate في الليفر. ده الاكشن على الميتابوليزم. يبقى اقولها تاني في عجالة وحضرتك تعيد الفيديو مرة اخرى. يبقى لما يجي لك الاكشن of epinephrine ونور epinephrine ما عشقت مثل عشق للنظام. اتكلم على خمس حاجات، اربعة وميتابوليزم، والميتابوليزم نفسه مقسوم لاربعة. حلوة كده؟ يبقى اربعة زائد الميتابوليزم، والميتابوليزم في اربع نقط. هتتكلم على أربعة، الكارديو فاسكولار، وده خد بالك ده حتتين، هارت وبلاد فيسلز، والجدول المشهور ده. وبعدين ثلاثة سهلين بقى، سي ان اس اللي هو بيعمل اليرتنس، الاثنين يعملوا اليرتنس، وان كان الابينفرين يخليك انكشس وعندك فير ويعمل لك كونسوليديشن اوف ميموري. وبعدين على اللانج والجي اي تي، ريسبيرتوري سيستم والجاسترونتستينال سيستم. ريسبيرتوري طبعا في الفايت عاوز اخد اكسجين، يبقى يعمل برونكودايليتيشن ويزود البريدنج ريت. انما مش عاوز الجي اي تي، يبقى انهبيت الجي اي تي، انهبيت الولو كونتراكت السفينكترز. كلام مفهوم قوي. دول اربعه. بعدين نمره خمسه الميتابوليزم، ده لوحده صعب بقى، ده لوحده فيه اربع نقط، يبقى اربعه والميتابوليزم. الميتابوليزم فيه كام؟ اربعه. في اثنين معروفين قاسم مشترك، الجلوكوز والاديبوس تيشو، انه عكس الانسولين، انسولين يوطي جلوكوز هو يزود الجلوكوز، الانسولين يعمل لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك، هنجيله في اخر محاضرة، ده يعمل بالعكس لايبوليسيس وايفن يكون كيتون بادز. ازاي بقى بيزود بلاد جلوكوز؟ اهم عمل، انا مش هدخل في ديتيلز تاني، جلايكوجينوليسيس. هو ومين؟ مين اكتر هرمون بيعملوا جلايكوجينوليسيس؟ افتكرهم، الجلوكاجون اللي هو جلوكوز اجونست، ومن هنا جت اسمه جلوكاجون، جلوكوز اجونست بقسم الكلمة، وهبقى اوريها لك في المحاضرات اللي جاية باذن الله. وهل الادرينال والجلايكوجينوليز ده بيحصل في الليفر بينتهي بجلوكوز، بيحصل في المصل بينتهي بلاكتيك اسيد وبايروفيك اسيد. ومين بتاع الميتابوليزم؟ مفيش غلط، البيتا ريسبتور، البيبي بيتا انهيبيتوري معاد على 3 بتستيميليت هارت هرمون وميتابوليزم، والبيتا تزود الهرمون انسولين جلوكاجون، يبقى الالفا تنقص. طب النتيجه النهائيه، شوف مصلحتك فين. انت عاوز تزود الجلوكوز يبقى تزود الجلوكاجون وتنقص الانسولين، والابينفرين طبعا بياخد هذا الجلوكوز يتحرق بالمصل عشان دي طاقه، مش هو بتاع الامرجنسي، على الاديبوس تيشو لايبوليسيس. تمام؟ نيجي على البوتاسيوم، فبتلك بطريقه لطيفه، البوتاسيوم الشيء لزوم الشيء، الجلوكوز عشان يتحرق بالمصل عاوز بوتاسيوم جوه الخلايا، معاد شغل انزيمات اللي جوه الخلايا. طب هو جه من الليفر ودخل المصل الجلوكوز، يبقى نفس القصه، يبقى البوتاسيوم ريليست فروم ليفر وبعدين يدخل المصل، يبقى انيشال رايز فولو باي برونج فور. على الميتابوليك ريت كنا قلنا انه بيطلع في الكولد وفي بيطلع في الهايبوثيرمي، بيزود ميتابوليك ريت. ازاي يزوده؟ كلام بتاع اطفال، تزود هيت جين وتنقص الهيت لوس. ازاي بتنقص الهيت لوس؟ ما توديش دم للجلد عشان ما تفقدش حراره، كوتينيوس فازو كونستكشن. هو كان بيعمل لكل الجسم كونستكشن ما عدا الابينفرين، بتكلم ما عدا مين؟ ما عدا السكيليتال بلاد فيسل والليفر. السكيليتال بلاد فيسل والليفر هم اللي كان بيحصل لهم فازو دايليتيشن، انما الجلد بيحصل له كونستكشن. وبيزود هيت جين ازاي؟ يزود المصل تون ازاي؟ قلناها في السي ان اس، بيشغل ارتيكا فورميشن اللي هو جزء منه فاسيليتاتوري بتاع التون، ارجع محاضرات السي ان اس، ويزود الاكسيديشن اوف او اوف لاكتيك اسيد في الليفر. موضوع بسيط خالص. يبقى ده الاكشن. تاني ما عشقت مثل عشق النظام، اهم هوريها لك تاني. اربعه سيستم المهمين عندك، كاردو فاسكولار سي ان اس اهم اثنين، وريسبيرتوري جي اي تي، دول اربعه. وبعدين تاخد الميتابوليزم، ده لوحده في اربعه، في اتنين مضمونين جلوكوز واديبوس تيشو، وبعدين تاخد بوتاسيوم وميتابوليك ريت. فاضل حته صغيره في الصفحه اللي قبلها اللي هي الديس اوردرز. الديس اوردرز في عندي وان ديس اوردرز هنا، في ادرينو ميدالا تيومر، تيومر في الادرينو ميدالا اسمه في كروموسايتوما،
علمتك أصلك أوما يعني ورم، إزم يعني مرض، قلتها 100 مرة بقولها 100 مرة. اي اس ام إزم معناها مرض في الطب، أوما معناها ورم، سايتوما يبقى ورم في الخلايا. أني خلايا؟ الكروماتين سيلز اللي هي بتطلع أدرينال نور أدرينال. احنا قلنا هنا كانوا ماسكين في كروموجرانين، بروتين في شكل جرانيولز بيستبق، فعش كده سموا المرض فيه كروموسايتوما. أوما في السيلز بتاعت الكرومو بتاعت اللي هي بتستبق كروموجرانين، فيسموها فيه كروموسايتوما. طيب موست تايب وسام تايبس، انا دي بقى عاوز اتامل فيها عشان ما تغلطش. معظم حالات الورم بتطلع من الخلايا القليله اللي بتطلع نور ابينفرين، وسام كيسز من الخلايا الكتيره اللي بتطلع ابينفرين. ما احنا قلنا الغده بتطلع اساسا ابينفرين 80 ل 90%، انما بتطلع نور ابينفرين 10 ل 20. عشان اذكرك بيها اربطها بحاجه معلومات عامه، عارف زي سرطان الدم يا اولاد، معظم حالات سرطان الدم من الكرات الاقل عددا وهي كرات الدم البيضاء لوكيميا. طب وعدد قليل من الكرات الكتيره اللي هي الار بي سيز اللي هو البوليثايسيميا فيرا، وقلنا فيرا على الاخضر وفهمناها ليه، ارجع لمحاضرات السنه الاولى. نفس القصه هنا في الادرينال ميدالا زي البون، معظم الحالات من الخلايا بتاعت النور ابينفر اللي هي قليله، وعدد قليل من الخلايا بتاعت الابينفر اللي هي كتيره. تمام. طيب لو طلع الورم من النور ابينفرين وهو الاغلب، نور ابينفرين ده بيشتغل على الالفا اكتر، اهي بص اهي، ارجع هنا ولا لا مش بص في الصفحه اللي بعدها، كان اهي اوريها لك، كان بيزود الارتيال بلاد بريشر اهي، نور ابينفرين اهو كان نتيجه ان النور ابينفرين اهو بيزود الارتيال بلاد بريشر. فالان هيجي له ايه بقى لما يزيد عنده الابينفرين؟ هيجي له ابيسوديك يعني نوبات، او سستيند يعني مستمر هايبرتنشن. نور ابينفرين اقوى على الالفا ثم الفا ثم الفا ثم بيتا، يبقى يعمل ايه؟ ابيسوديك يعني نوبات، اور سستيند يعني مستمر هايبرتنشن. انما لو طلع التيومر من السام سيلز اللي بتطلع ابينفرين يحصل ايه؟ الابينفرين ده اساسا على الالفا والبيتا، والبيتا قلنا الميتابوليزم مهم جدا، فبيحصل هايبرجلايسيميا لسه قايلنا، وبالتالي جلوكوزوريا يعني ينزل الجلوكوزات في الدم ويزيد في البول، واليفيتد ميتابوليك ريت لسه قايلنا يعني يبقى سخن، زود الهيت جين ويقلل الهيت لوس. يبقى الايفكت هنا اساسا على الميتابوليزم لانه بيتا ريسبتورز، انما الايفكت هنا اساسا على الضغط لانه الفا ريسبتور، ده الالفا دي غيه النور ابينفرين، انما هنا اساسا في الميتابوليزم. فهنا هايبرتنشن، انما هنا عشان الالفا ريسبتور، انما هنا هايبرجلايسيميا جلوكوزوريا اليفيتد ميتابوليك ريت عشان البيتا ريسبتور. ولا تنسى البي بي بيتا انهي بي بي بيتوري ما عدا على ثلاثه، هارت وهرمونز وميتابوليزم. فاضل حاجه صغيره جدا، معلومه فقره معلومات عامه. ان في الام اس كيو النور ابينفرين ده اولاد والابينفرين، هل هم هرمونز؟ طبعا بيطلعوا من الادرينال ميدال. هل هم نيورو ترانسميترز؟ طبعا هم الاثنين موجودين في البرين كنيورو ترانسميترز، والنور ادرينال لوحده موجود في السيمباثيتك، معهوش ادرينال كنيورو ترانسميتر، وهم الاثنين بيشتغلوا كدراجز. في عندنا في الصيدليه ممكن تشتغل تجيب ادرينالين هو الاشهر او الابينفرين. فين بقى في حالات ايه بقى عشان لما تاخدها في الفارماكولوجي؟ اهم حاله الابينفرين في الالرجي، السيفير تايبس اوف الالرجي اللي هي سموها انافيلاكسس. لما يبقى الالرجي سيفير تايب سموه انافيلاكسس. ليه بقى؟ لانه في الانافيلاكسس دي بيحصل حاجتين يموتوا ثريتنينج لايف، اللي هم مين؟ اللي هم difficulty in breathing يعني صعوبة في التنفس، وويز يعني اللي بيزيق الشخص اهي بس مثلتها لك حلو خلاص. وبعدين الارتيريال بلاد بريشر هيحصل له انخفاض يعني كولابس وشوك زي عن الاديسونيان كرايسيس. طب يبقى عاوز حاجة سريعة، احسن دواء ضد الالرجي وسريع سريع لانه نون جينوميك اللي هو الابينفرين. حقنة ابينفرين is life saving، يبقى اهم استخدام ليه في الطب
في الالرجي على وجه التحديد الانافيلاكسيس. يعني ايه انافيلاكسيس؟ يعني الالرجي ثريتنينج لايف. ليه ثريتنينج لايف؟ انت عايش طالما بتتنفس وطالما الكاردو ماسكول شغال كويس، النفس صعب والضغط انخفض، يبقى تدي في هذه الحاله ابينفرين. تاني حاله بقى في حالات البرونكال اثم، ما هي دي الالرجي برضه، الربو الشعر هو بيوسع الشعر. تاني استخدام ليه بقى مش دائما في السي بي ار. ايه اختصار سي بي ار؟ دي كارديو بالمونري ريسستيشن. يعني عام في المستشفى او في العمليات او في اي حته ووقف قلبه، ضمن طرق تشغيل القلب نديله حاجه بتستيميليت كل الكاردك بروبرتس اللي هو الابينفرين، فيسموها سي بي ار كارديو بالمونري ريسستيشن. انا هنا يهمني في الام اس كيو الجزء الاول يا اولاد ان هو هرمونز هما اسف خلينا نقول اولا الاول اقول لكم معلومه ثانيه اذكركم بيها، لما يسال اوائل من هم الكاتيكولامينز ما اقولش هما، تقول له ادرينالين ونور ادرينالين ودوبامين اللي هم فيهم الكاتيكول جروب اللي قلتها لك، كاربون 6 هيدروجين 4 او اتش 2، حتى هي 6 4 2 عشان تفكرها، 6 كربون 4 هيدروجين 2 هيدروكسيد جروب، دول يسموهم كاتيكولامينز. يبقى الاوائل وهنا وهنا فقط تصنع الاوائل كاتيكولامينز 3 مش 2، هم مش هما ادرينالين نور ادرينالين اند دوبامين اللي هم فيهم 6 4 2، 6 كربون 4 هيدروجين 2 او اتش، فهم بيشتغلوا كهرمونز بيطلعوا من الاديه المضله، وهم في نفس الوقت كانوا ترانسميترز، هم الاثنين في البرين والنور ابينفرين لوحده في السمبثاتيك. سؤال ام اس كيو، ثم فقر المعدات العامه ان بيشتغلوا كدراجز زي الكورتيزون، كورتيزول غير ان هو هرمون بيشتغل كدراج. مين اهم حاله؟ الالرجي. من انهي الالرجي؟ الانافيلاكسيس، واحد هيموت عنده ديفيكالتي ان بريدنج وضغطه انهار، عاوز حاجه سريعه نون جينوميك، يبقى كاتيكولامينز ابينفرين او ادرينالين از لايف سيفنج. وفي البرونكال اثم، واخر حاله برضو في السي بي ار اللي هي كارديو بالمونري ريسستيشن. بكده يبقى خلصنا يا اولاد الادرينال مضلة، وزي ما قلنا محاضره صغيره، ولم يبقى غير البانكرياس في الاندوكراين، هناخده غالبا في محاضره ومحاضره قصيره، يعني واحده ونص قصيره، يمكن نعملها بارت 1 وبارت 2، هنشوف حسب ظروفنا باذن الله. وفي النهايه كما عادتي اغلى حاجه عندكم هو الوقت ديفينتلي، وعشان كده انا تملي بشكركم لان اديتوني اغلى ما تمتلكه وهو وقتكم. خلاص، واتمنى ان اكون افدتكم لقاء الوقت اللي انتوا اديتوني. وفي النهايه لم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. شكرا.